لازم ندي الفضل لأصحابه، هو الأساس في الموضوع دوت كابتن إمام محمدين، ده الأساس اللي كان له الباع الأكبر في قطاع الناشئين. وإحنا بطبيعتنا يعني أنا واحد من الناس اللي هي تقريبا بصمته كبيرة على النادي، لأن أنا اللي أنشأت يمكن نادي إنبي وصعدت بيه لغاية ما طلع دوري ممتاز. فحياتي كلها أو ابني وبنتي وأهلي كلهم هو نادي إنبي. نذكر النادي الأهلي إنه هو عنده منظومة متكاملة فنيا وإداريا، وبالتالي إنبي يمكن ماشي على نفس النهج اللي لنادي إنبي لنادي الأهلي، وبالتالي احنا عندنا ناس ملتزمة جدا، عندنا نظام إداري وفني على أعلى مستوى، عندنا التزام من اللاعبين والإداريين والمدربين، وبالتالي انت بتشوف منظومة متكاملة فعلا من أحسن الأندية الموجودة نادي إنبي. بالنسبة لقطاع الناشئين بيشرف عليه أحد أبنائي وهو نائب مدير النادي وكان أحد اللاعبين المميزين عندي، وهو المشرف على قطاع الناشئين. فعلا فعلا قطاع الناشئين واخد جزء كبير جدا من اهتمامات الإدارة، وبالتالي العائد انت يديك شايفه، فالناس مش مقصرة في حاجة، أدوات، ملاعب، كرة، تغذية، مرتبات، كل حاجة ماشية كويس جدا. فعلا الإدارة مدعمة، وهي ده أهمها على فكرة، من أهم الحاجات اللي في الإدارة دلوقتي هي قطاع الناشئين جنب الفريق الأول، بس القطاع هنا واخد اهتمام كبير جدا من المسؤولين، وعلى طبعا رأسهم المهندس علاء خشب اللي هو رئيس النادي. الحمد لله في فترة قصيرة الحمد لله قدرنا ان احنا نحط نفسنا كويس قوي من احسن فرق القطاع الناشئين اللي موجودين في مصر الحمد لله، بفضل دعم رؤساء مجالس الادارات باستمرار، خير المهندس علاء خشب واستاذ زكريا السيد نائب الرئيس وكابتن مصطفى الامير. فالحمد لله معانا اسميه يعني كبير العائله في قطاع الناشئين كابتن امام محمدين. الحمد لله من ساعه ما بدا القطاع مجهود غير عادي، معاه رفيق جهاد خلال الفتره دي كلها كابتن ابراهيم محمد. الحمد لله قدرنا ان احنا نحط نفسينا كويس قوي، وحطينا نفسينا في مصاف الانديه الكبيره زي النادي الاهلي ونادي الزمالك ونادي المقاولين. الحمد لله بقى قطاع يتعمل له حساب من كل الفرق، والحمد لله دلوقتي راضيين على ان احنا واصلينه. السنه اللي فاتت الحمد لله واخدين 5 بطولات، السنه اللي قبلها كنا واخدين 7 بطولات، فالحمد لله احنا ماشيين على نهج كويس. رسالتين هوجههم، الرساله الاولانيه انا بشكر مجلس اداره النادي، الدعم دايما باستمرار لقطاع الناشئين برئاسه المهندس علاء خشب والاستاذ زكريا وكابتن مصطفى الامير. الرساله الثانيه اللي انا عايز اوجهها وانا بصفتي المختص بالنواحي الاداريه في القطاع، اتمنى ان من خلال قناه النادي الاهلي ان احنا نتبنى مشكله قضاء على التزوير والتسليم. مشكلة القضاء على التزوير والتسنين بعد الفترة دي ممكن ألخصها لك في كلمة واحدة نقدر ننهي بيها الحوار أو الجدل اللي داير باستمرار. قرار بكل بساطة، ممنوع أي لعيب شهادته بتقول إنه هو مقيد في غير سنه إنه ما يلعبش قبل سن 17 سنة. أعتقد إن ده بكل بساطة هنقضي على المشكلة دي. أتمنى إن ده يتم، أعتقد إن كله لمصلحة أولادنا، وفي الآخر بشكركم على وجودكم معانا، ونشكر الكابتن سامح حسني، ونتمنى لكم مزيد من النجاحات إن شاء الله. والله أول ما جيت من 8 سنين كده كان الكابتن إمام، في أول ما جيت كنت على الملعب ده، كان في ماتش ود كده وكان هو اللي واقف يتفرج بره، هو والكابتن عماد جابر والكابتن محمد إسماعيل. فبعد ما طلعت هو اللي قال لي تريكا بقى، شبهني بتريكا، طبعا فخر طبعا انه شبهني بالكابتن، يعني القدوه بتاعته طبعا كابتن محمد ابو تريكا. قطاع الناشئين في ايه بينا احتراف بامانه، والله بجد احتراف هنا. انت عاوز اقول لك ان انت مفيش فرق بينك وبين الفريق الاول، انت هنا بتتعامل كل يعني اللعيب يعني مفيش حاجه بيبخلوا عليها فيها، وزي ما احنا شايفين النجاح طبعا بيتكلل في الاخر ان ربنا يكرم، وتلاقي في بطولات طالعه في نادي انبي، وتلاقي في اخر السنه تلاقي ما شاء الله تلاقي على الاقل خالص تلاقي في 3-4 بطولات في النادي، يعني ما شاء الله. النادي ده لبيتي وللفضل عليا طبعا مدى ربنا، بقيت 8 سنين في النادي الحمد لله، طبعا ما فيش اي تاثير من النادي،
طبعا بشكر النادي من قناه النادي الاهلي، بشكر انبي لان انبي فعلا ما بقصرش معايا لعيب في اي حاجه، وان شاء الله كده نديله حقه ان شاء الله، وربنا يكرم كده ونقدر نحطه في المكانه اللي هي بتاعته طبيعيه ان شاء الله.